وين شفته؟ واحد طلع من بيتكم الزبالة وركب سيارته ومشى. وش سيارته؟ وش شكله؟ مليون ونص. أنت عندك مليون ونص؟ إيه عندي، عندي مليون ونص، هذا شقى عمري. طيب دام عندك مليون ونص، وشو اللي تشحد؟ يا ابن الحلال أنا ما جمعت هالمليون ونص إلا من الشحادة. ورا تاخذ مني كل يوم عشرة. اللي صار صار، الحين أنا أبي فزعتي. فزعتي بوشو؟ أنت المفروض أبلغ عنك. أنت مبلغت علي، وش تستفيد؟ أنا عندي الكسور. وشو؟ رجعت لي المليون ونص اللي تركها الحرامي، أبعطيك نصفها. من جدك؟ إي من جدي. أنا بعطيك 750,000 ريال. واللي يرجع بكلامه؟ يا شيخ بلا وغدنا. يا عيال موضوعكم انتهى. كيف؟ ضبطتكم 750,000 ريال. عامك كنا محتاجين 200,000، كيف جبت 750,000 انت؟ اطلخوا يا عيال، مالكم الا اللي يرضيكم. 750,000؟ يعني ما نجيب 5 فقاسات، نجيب 15 فقاسة. دقيقة طيب، وشلون جبتها؟ ابد ما عليكم، دبرتها. دبرتها؟ اي عامر، لا تكون طريقة منا ولا منا، انتبه بس. لا منا ولا منا، تيسرت. طيب كيف جبتها؟ الموضوع طويل، والفلوس بتكون معنا، بس بمقابل. قبل ايش؟ نمسك الحرامي. اي حرامي؟ اللي سرق ابو شبيب. مين ابو شبيب؟ الطرار. واقولكم على سفرتنا انا والعيال في السنوات الاخيره لاوروبا، الله اكبر، شيء عجب، بس ان ارتبكنا شوي وخفنا يوم قامت الطياره تهزبنا شوي تركضنا. ام الغزلان ما شاء الله دم من يكثر في ذاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا هلا وسهلا. هذا ابو شبيب اللي قد قلت لك عنه؟ لا ما اخذه. وش عندك؟ والله انا انسرق لي مليون ونص. افا، مليون ونص؟ وشلون انسرق ذي؟ والله ابد، واحد انقمز بيتي وسرقهن. ها شفت يا اخوان؟ شفتوا؟ شفتها مفلح؟ اي نعم. انسرقت من خزنته. من الخزنة؟ ما هو من الخزنة انسرقن. أجل وين انسرقت منك؟ من الفريزر. شفتوا شفتوا شو يقول؟ يقول من الفريزر. هذا 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 تجميد أموال هذا. الحمد لله. الحين قل لي يا ابو شبيب، الحين وش صنعها يومك تحط الفلوس في الفريزر؟ محل ما احد يتوقع طال عمرك. الظاهر طال عمرك ان الحرامي كان جوعان، نص الثلاجه يبي ياكل، يوم فتح ولقى فلوس قدامه قال يا ولد جتك من الله، شالها ومشى. وصات 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 يا قربها للي قالها الاخ. لا الحين قل لي، ورا ما حطيت فلوسك في البنك، وبعدين وش تشتغل انت؟ اشتغل طرار. طرار! تعال يا ولد تعال تعال، الله يقول طرار تعال اخلص. طرار دق على ياسر. هلا ياسر، وينك؟ قريب؟ عشوة. اوكي اوكي ننتظرك. لا تتأخر ها؟ يلا يلا سلام. يا خلونا ناكل، ايش هذا؟ كل ما نجيب اكل تدلونا فيه؟ لا يا شيخ، تبي نسحب على خوينا؟ اصبر بطنك في دود انت. كلب. انا كلب؟ لا شكلك الليلة ما انت معديها على خير. اقسم بالله كلب. هذا 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 هذا، صل على النبي صل على النبي، يا ابوي صل على النبي. اشبه ما تسمعه وش يقول؟ ما اقصدك انت يا عامر، اقصد الكلب. اي والله كلب عيال، وش جاب ذا؟ هلا بالعيال، هذا هو سكوبي اللي بيطلع لكم الحرام ان شاء الله. كفو يا ياسر. اوه كويس انكم جايبين اكل، لان الكلب ما تعشى. وحنا ايش نتعشى؟ ايش هذا؟ الكلب ياكل دجاجه وحنا ناكل شاورما، ليه في بطنه وجود؟ ايه اوكي، لا تلكد على الكلب، خليه يتعشى. ايه كل كل يا بعد عمري كل، تجيك حبه ثانيه بخاري بعد، ما عليك من كفته.
ولع اللمبات وشوفوش. يا ابويا ما تشتغل. طافي الكهرب. والله ما سددته. انا اجي للبيت انام وبس. وشو لا تسدد؟ هذا نظامك؟ نعم عندك اعتراض؟ ابوك القعاطة. طيب هل تشك في احد ابو شبيب؟ لا. يوم دخل الحرامي كان معه مفتاح ولا طب؟ وانا وش ادرين؟ الساعة كم صارت الحادثة؟ بالليل. انا شفته يوم طلع وركب سيارته وزبل. مع احد؟ لا ما مع احد. وشنو سيارته؟ كابرس. وش مديله؟ 2013. وشلونها؟ رصاصي. كم رقم لائحتها؟ ما شفتها. هي انت مخفف تجاوب؟ قلب عليك الموضوع؟ ياسر شوف شغلك. خلاص يا عم لا تشيل هم، هذا الكلب من افضل الكلاب البوليسيه، بيطلع لك الحرامي في 24 ساعه. يلا عيال مشينا. سكوبي مش قدامنا. ايش هذا الكلب؟ تخلوه يمشي قدامنا؟ تحترمونه اكثر مننا؟ اهرب لك هاص، تجيني هاص مهبول انت يا اخي. كل اللي عندي هاص يا اخي، ايش فيك انت؟ هم 42 وحنا 15، ايش فينا نسوي؟ وزع 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 وزع